محافظ صلاح الدين يضع حجر الأساس لمحطة كهرباء الديوم غرب تكريت، ويتابع في بيجي المراحل المتقدمة في تأمين المياه للمواطنين. مع تصاعد حوارات انتخاب مجالس المحافظات، أبناء المناطق المحررة يذكرون السياسيين بقانون العفو العام وعودة النازحين. السوداني يعلن من ديالى تطبيق القانون على الجميع، ويرسل تعزيزات عسكرية من بغداد، ويمهل القادة الأمنيين أسبوعين لفرض الاستقرار بجميع مناطقها. في يوم المرأة دعوات برلمانية لإطلاق سراح السجينات في دوائر الإصلاح، وقرار حكومي لمنح مبالغ العودة للأسر التي ترعاها الأرامل والمطلقات.